يقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بفضل الله عز وجل وبعد تبرعكم لحملة يوم عرفة العام الماضي، تم بناء دار الأيتام في قرية الكويت للأيتام في كوسوفا، وهذه الدار اليوم بحاجة إلى فزعتكم لبناء المطبخ الخيري لتغذية هؤلاء الأيتام بثلاث وجبات يوميا. فزعتك معانا اليوم في حملة سباق الخير فيها أجر عظيم، لأنها صدقة جارية لهؤلاء الأيتام. بارك الله فيكم. الدين وصانا بالأيتام ياما، تشهد أحاديث النبي بالصحيح، يقول من يكفى الحقوق اليتامى.